المرأة تشتكي من وساوس الشيطان، وهذه الوساوس تتلف أعصابها وتمرضها لدرجة أنها تصبح طريحة الفراش رغم دعائها وتسبيحها إلى آخره إلى آخره. كيجي القلق كيهرب ليها النوم إلى آخره. وهل هذا الخوف من المصير في الحياة فيه شرك بالله؟ لا، هذا يعني هو وسواس. دابا كيتحول الإنسان المؤمن، رب العالمين أمرنا باش ما يكونش الخوف ديالنا منه سبحانه وتعالى غايب عليه، غايب عليه الرجاء فيه كما هو شديد العقاب، هو سبحانه الرحمن الرحيم. والعلماء من بكري واحد الكلمة لطيفة ديال ابن القيم رحمه الله، هذا عالم من العلماء الربانيين، كيقول لك بنادم المؤمن بحال الطير. الطير ما كيطيرش بجناح واحد، خصو جوج جناح. إذا كانت عنده غير جناحة واحدة أو تكسر له جناح كيطيح انتهى. فلذلك المؤمن عنده جناح كيطير به لرحمة الله، كيطير به لرحمة الله، والذي يسمى بالرجاء، يعني الرجاء في الله، كيترجى في الله. ربي سبحانه وتعالى كيقول لنا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء سبحانه وتعالى. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ولكن في نفس الوقت عندنا واحد جناح سميتها الخوف من الله، وكانوا يدعوننا، هذه قالها ربي تعالى عن الأنبياء، يدعوننا رغبا ورهبا. رغبا يعني راغبين في الله، رهبا راهبين من الله. لأنه إذا كان بنادم غير طامع في الله وما كيخافش غادي يطغى، غادي يطغى صافي، يقول أنا عمري ربي غفور رحيم ويديرهم كاملين. وإذا كيخاف من الله وما كيترجاش هذا ما كيعرفش الله، غادي يتصاب بهذا المرض ديال الوسواس القهري اللي يخليه فعلا يتعذب يعني دنيويا بواحد الشكل محن. ربي تعالى ما درناش العبادة باش نتعذبوا أبدا، العبادة رحمة وجمال وسكينة، والعبد الحقيقي لله ولا القلب ديالو فيه الطمأنينة. لما كيتقد الميزان ديال الخوف مع الميزان ديال الرجاء، ما خصش بنادم يأس من رحمة الله، لا يأس من رحمة الله، لا ينبغي أن يأس، إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ولهذا يعني هذه الأخت الفاضلة خصها تقرأ الآيات والأحاديث ديال الرجاء وبعض الكتب اللي كتوضح هذه المسألة باش تعالج المشكل ديال القلب ديالها. وإذا كان عندها وسواس قهري خصها دير الرقية صافي، إذا كيكون هذا مرض خصها تعالج المسألة بشي أذكار وبشي أوراد ديال القرآن باش يحيد عليها هذا الشيء. غير معقول اللي بقي يطير لها الناس ويوصل بها الوسواس حتى تولي الأعصاب ديالها مقطعة. إذا هذه حالة مرضية ماشي طبيعية، هذا ماشي دين، خاصة تعالج هذه القضية هذه.